وللوقوف على مشاهد أحياء ذكرى ثورة تشرين في ساحة التحرير ببغداد، ينضم إلينا من هناك ناشط في تظاهرات ثورة تشرين زيد السعدي. أهلا بك سيدي. سيد زيد، هل تسمعني؟ نعم نعم اسمعك. كيف تبدو الأجواء لديكم زيد في ساحة تحرير وأحياء هذه الذكرى الأولى لثورة تشرين؟ اليوم في ساحة التحرير كانت الجماهير كثيرة وتهتف وفاء، يعني احتفاء بهذه المناسبة، مرور عام على ذكرى انتفاضة تشرين وتجديد العهد بأنه نحن ماضون إلى حين تحقيق المطالب، تحقيق حقوقنا، حقوق الشعب العراقي اللي يعني انتهك من لدن الحكومات المتعاقبة من 2003 لحد الآن. زيد، طبعا كناشط أنا في صورت هذه لكم نعم، وضعتنا في صورة هذه الأجواء، وأنت كناشط في التظاهرات، ما مدى أهمية الإصرار من قبل الثوار على استكمال مسيرة الثورة والاستمرار أيضا في رفع المطالب؟ احنا لحد الان المطالب الاساسيه هي المطالب الخمسه اللي طالبنا بها، بس اليوم هي عباره عن لعهد الامرار، يعني استمرار الانتفاضه، واعتقد 23 بشهر تتغير المطالب، يعني تصير اكثر، لانه احنا بانتظار ان يكون الحكومه يعني تفي بوعودها، لكن هو الامور المعاقبه وال يعني الاشياء الطارئه اللي صارت والخصوم خصوم كرمي ولاعيبهم من الاحزاب العمليه السياسيه اللي هم يعني كانوا يعني استلم بلد خاوي خلينا مع جائحة كورونا مع نفط، وأيضا مطالب الشعب إذا وفى بتأدية للشعب راح تكون خطر عليهم. طبعا هم ما راح يسلموها بسهولة، لأنه راح معناتها تنمر كل أموالهم وتأدياتهم كلها. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع زيد السعدي الناشط في تظاهرات ثورة تشرين، كان معنا عبر الهاتف من بغداد.